السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. نصيحتي يا كل شاب عازب قبل الزواج إذا قدمت راغب، إياك أن تخطب من الأقارب من قبل ما تدخل وسط حنبه. ما قد معانا اليوم من تخطب، أو قد نسيت إني وياك أقارب، أو لا قدك ناوي تكون مشاغب على الشباب ذي ناوي الخطوبة. ما قد نسيت شي يا نظر عيوني، بس انصح العزبان يسمعوني، لا يكتووا بنار ذي كووني، نار القريب دي في الزواج صعبة. ملك وتحريض الشباب ملك، ليش تفجعهم سري بعدي حالك، بنت عمك واقفك وبالك، مسرع نسيت آخر حنق ويربا. نصيحتي يا كل شاب عازب قبل الزواج إذا قدمت راغب، إياك أن تخطب من الأقارب من قبل ما تدخل وسط حنبه. ما قد معانا اليوم من تخطب، أو قد نسيت إني وياك أقارب، أو لا قدك ناوي تكون مشاغب على الشباب ذي ناوي الخطوبة. ما قد نسيت شي يا نظر عيوني، بس انصح العزبان يسمعوني، لا يكتووا بنار ذي كووني، نار القريب دي في الزواج صعبة. ملك وتحريض الشباب ملك، ليش تفجعهم سري بعدي حالك، بنت عمك واقفك وبالك، مسرع نسيت آخر حنق ويربا. ما قد نسينا فعل أبو شفينا، كم قد تعدانا وما اعتدينا، وكم يجي وياخذش علينا وتروحي بعد من دوني رغبة. أنا أعرف لكن يا حمود اصبر، حبيبي يغلط بس ما نسبر، ما يعرف النسب ولا يقدر، حنه قريبك يستغل قربه. لو ترفضيه انتي وما تجيبي، لا جاي كلش روحي تغيبي، ما بيهددني حنو قريبي، بنمنع الجمعة ونرد عيبه. لو قلت انا رافض يقلع عيوني، ولي تبروني ويتركوني، بعد هذا الناس يعايروني، واعيش حياتي في تعب وكربه. ولا يصالح لا تقلقي. يسلمكم الجديد وشكرا.